صراحة أنا كان من حسن حظي وشرف لي إنه أنا جيت للمرة الثانية لهذا المؤتمر اللي هو بيضم جزء والهيكل العام تبعنا لكل الدكاترة، إنه لازم نحن نكون متوعين فهمانين لكل الأمراض بشكل عام ومنها الطب النفسي اللي هو هذا الجزء المتخصص فيه. الأورجنايزيشن كان كتير منيح، الترتيب كان كتير جيد، كان الأوقات تمام، المحاضرين كانوا أكتيف عم بيحاضروا عم بيسألوا أسئلة تدل على إنه فعلا كانوا عم يستفيدوا بشكل أقصى منه. فحتى في الموقع والمكان اللي نحن هلأ فيه بيدل على أنه هو فعلا كان مؤتمر كتير عظيم.